بيكم. انا توا في دار المرحوم الطفل، والله شيء حزن، الطفل يوسف في دار مريم امه، واللي هي فقدت ولدها وفقدت امها وبوها في الكوما، زاد في بيت الانعاش مازالت ما تعرفش عليه شنو اللي فما، واختها كيف كيف زادت في السبيطار رجعوها اليوم. مريم لقيتها موجوعه برشا، يعني ما يزيش اللي صار لها، ما يزيش تكون فقدت، ما يزيش الجرح العميق اللي عندها، زيد تكمل تسمع اللي الصحافه المكتوبه ولا المرئيه يحكيوا عليهم وانهم كري، وانهم يعني فما حتى شكون يعني مشى تخلى الدار بالقوه وسكن فيها. مريم تحب تحكي الحقيقه وتحب توصل صوتها، بما انها هي اتصلوا بها ان اليوم الصباح قالوا لي راه ما عادش عندنا ثقه في الاعلام، على خاطر الاعلام قاعد يسمع من شجره برك من كوتي واحده، حبت هي توصل صوتها. وجعتي زوج، وجعتي على امي اللي مشيت، وعلى ولدي، وجعتي على بابا اللي مضرور، وجعتي على اختي اللي مضروره وحالتها النفسيه تعبه. وزيد على الكلام اللي نسمع فيه اليوم، يقولوا احنا فاكين الدار، احنا ناس زويوله، زول ماهوش عيب، فاكين الدار، ناس ما عندهم يسكنوا يفكوا دار، اما دارنا هذيك بابا شاريها بعرق جبينه، معرق عليها من 2004، بابا شاريها بحر ماله، مولات الدار هذيك مازالت عايشه راضيه، دارها مازالت موجوده، باعتها لنا بابا، يعرق علينا ليل ونهار باش طلعنا المرامره وطلعنا رجال. يقولوا لي اللي احنا ناس فقراء، الفقر مش عيب، اما احنا طلعنا فقراء في مخاخنا، كي نقولوا على ناس ماكلوا يستاهلوا، خاطر هدوهم باش يخرجوا لنا حتى ندار باش نخرجوا. دارنا فيه دار قديمه، اما مش قايله للسقوط كما يقولوا. هذاك الشهرين اللي كدا السيد اللي بجنبنا قاعد يحفر، وكل يوم يجي يجيب تراكس ويحفر، ماما تسالني تقول لي انت علاش في الليل يحفر؟ قال ماما باش ما لقاش تراكس باش يفري. يبا يوم فهمت علاش هو يجي عقب الليل ويكري ويحفر ويخض ويرج، خاطر فرامون بالسرقه شي يعمل فيه بالسرقه. تقول لي دار خايخه، دار طايحه، نمشي معاك. دار كيف تطيح يا هل ترى تطيح من فوق اللوطه كلها، ولا تطيح اشترها بالكل؟ مشيها اللي سايق قاعد يحفر غارق زوج متر ونص، والمطر قاعده تصب بركه نتاع ماء، وقاعده تخ في السيسان، السيس قديم، ومع المطر خاخ وطاحت الدار، طاحت على بابا وعلى امي، امي وولدي معلقين بعضهم وماتوا فراشيتهم معلقها ولدها. ونقولوا تربي في صغار مرات شخصيه شريفه، وتربي في الصغار، تربي في ولدها يوسف، ولدها عمر، شايله بنتها، معاونه بنتها على الدنيا. ماهيش تربي في الصغار، وتربي في الصغار ماهيش عيب، اما ناس كيف يجيو يحكيو حاجات صحاح، مش دي بلا بلا بلا، وفي كلام في التراك الناس يعرفوا، لا ما يعرفوا حتى شيء الناس، احنا نعرفوا، احنا عايشين، جارنا فوق اسبوعي، هذول اسبوعي ماهوش نفخت فيه باش يجي يسكن في دار خايفه، قايله للسقوط، هدوه باش يخرجوا ما خرجش. تقولوا لي ولدك مات، امك ماتت، اختك في حاله نفسيه، قضاء قدر، نعرف قضاء قدر، ولدي 3 سنين ربي ملي جابه قدرنا باش يموت فيك، اما عبد السبب، اما عبد السبب، عبد متلهف، عبد بالسلطه نتاعو بفلوسه يتولي، اليوم فهمتها انا، قبل ما كنتش نقول لك، نقول لكل انسان يخدم، تقولوا لي حقنا شكينا به يجي عقب الليل ويرج ويحفر ودف دف دف، احنا ناس نقولوا كل حد يعمل اللي يحب عليه، بابا ناس مسال، ناس مسال، يقول لك انا عندي فيه ما ضرونيش، بابا ديما مش ما ضروش بابا، ضروا في ولده اللي هو اليوم يعرفش اللي ولده مرته مش موجودين، اليوم يعرفش اللي هي اختي حيه ولا ميته، بابا اليوم قاعد راقد ما يعرفش يروح باش يخرج يمشي على ساقيه ولا لا. عائله تفرتت، 4 من الناس، اختي وبابا وامي وولدي، ولدي راقد في امان الله، مات، امي حاضنته مع نفطته يلقى روحه، شو حس هو وقتها، شو قال، شكون نادى. والناس اليوم تنخر وتقول، تقول لي فقر، هذا هو الفقر، فقر في المونتاليتي هذه، فقر في الكلام هذا، في ناس معروفة يقول الله يرحمهم، عصافر جنة، إن شاء الله في الجنة، مرا تعبة، إن شاء الله ربي يرحمهم، خلعوا الدار ودخلوا، مش عيب، ما الناس ما عندهمش ديار يمشي ويحتمي وعادش في، أما فما حقيقة، بابا معرق علينا، معرق عليها الدار هذيك وشاريها بحر ماله، إنسان شريف، فوزي نويرة، فوزي نويرة، معروف فوزي نويرة شريف ومعرق على ولاده. جابوا زوج بنات، انا جبت زوج رجال، انا ترى فيها راجل. ويوسف حقه نعرف هو في الجنه، اما حقه لازم يتاخذ خاطره مقتول، مات مقتول، عنف، فكوه بالعنف. مدام بالعنف يوسف، فكوه في حب ظن امه، في ظن سخون، في فرش وريقه في امان، قام يلقى ما قامش هو، كيكا مشي هكيكا. اختي حالتها النفسيه مرضرضه، تعبه بدنيا،
خصوصي بحالتها نفسية على الاخر. جيت اليوم شفت امي لاخر مرة، عنا امي، احنا امي هي صاحبتنا وهي اختنا هي كل شيء. شفت يا سيد انت اللي قاعد تلوج باش تعمل باركينج ولا نعرفش شنو، شفت انت شنو عملت؟ زوج موتة، امرأة وولدها ميتين، زوج صغار ميتين وامهم في الكنا ما تيبانهاش. شفت جبت فلوسك شنو عملت بالرخصة نتاعك شنو عملت؟ مدام مريم اليوم انا فهمت الشيء هذا قبل كي كانوا يقولوا لي نقولوا مدام مريم سامحني حاسين بيك بالحق، انا بديت حاسه بيك برشا. قالوا في الميديا وسمعنا اللي انك نبهوكم برشا مرات باش تخرجوا. انا حتى تنبيه جا فما اعترافات من السلطات المعنيه يقولوا لي دارنا جاهم حتى تنبيه، فما شكون تكلم قال فما جانا حتى تنبيه. دارنا قديمه لكن ماهيش قايله للسقوط. شنو اللي يثبت هي قايله للسقوط؟ يا هل ترى دارك تطيح؟ فما انا بين الخبراء، انا ما نفهمش في البن، بين انا خبراء يجوا يتكلموا دار قايله للسقوط كيفاش تطيح؟ كيفاش تطيح معناتها من جهه وجهه؟ علاش تحت من الجهه المحفوره من الجهه الخايخه بينها وش تحت من الجهه الاخرى؟ زيد لي حسب كلمتني صباح الاخت شيماء قالت اللي طاحت شويه من العمار، زوج العمارات لسكن بعضهم طيحوا طاح جنب، طاح جنب العمارتين الزوز، يعني وقت يصير انهيار تهبط العماره على طولها، تهبط عموديه صحيح. ما تهبطش على جنب، طاحت هي هي انتوما اشطر طاح واشطر قعد واشطر من العماره الاخرى طاح. كانت واضح لنا الحكايه دي هي اشطر نتاع العماره طاح بلا عين. شوف كنت نقول لك مش حتى اشطر بيت الصاله وبيت الكوجينه كهو، بيت يوسف وماما وبيت الفطور كلوار الدروج اللي تدخل بورتمانتو مدخل الدار انت تلبس عليه. هلا انا نحب ان يجاوبوني زاد علاش. وعندكم ما يثبتوا انها الدار مثلكم مسجله مسجله اوراق مبيقله مولات الدار مازالت حيه وتعيش الوراق باسم فوزي نويره مالكها بعرق جبين وشريها بحر ماله. انت صححتوا في البلديه وعملتوا العقود ما قالتهمش هما يمشوا يتفقدوا كل شيء ماهيش الدار للسقوط. هذا اللي حابين صحيح ماهيش قايله للسقوط. هو حتى بابا كيف صارت التلفازه حب يهربهم من بيت الصاله مش بينه قال هي بيت النوم وتفكروا فيهاش يخطر خاف عليهم ونقطر. بابا يقول لي خفت عليهم ونقطر الماء يقول لك شفت عليهم هربوا من الصاله خفت الصاله لبس عليه يقول لك انا شعرهم اي باب جيت من البارتين العماره الاخرى هبطت عليهم يقول لي شي هنا السقف طاح السقف طاح هبطت فجدت في الحديده نتاع السقف السقف طاح عليهم ماما السقف نتاع زوز عيال زوز زوز ايتاجي طاحوا عليها ماما تحت الدم هي ويوسف مسافين تاع لي 7 ل 11 نتاع الصباح. هي تما في النطاق تما في النطاق في التخمير تاع قوميه موليها في فرنسا كنت مكريه ومتكا جا حاط عليها للبيع تو تو تمشي في الشباك اللي على القوميه كاش نصب يا حتى لا يومي يجي يسالوا موليها وين يصبوا لهم ويحبوا يشريوها ويجيو يصبوها وجيت تجارة معناتها بريود الثاني تسال تشوف في الجاره ودخلها ماما تشوف تحب تطلع على الكور يندرى الشمس تدخل ولا لا تكونس انت دار ايلا للسقوط يجيو ناس يصوموها لا سامحني الدار ايه السقوط يحط عليها الراجل جهر بهار هكا للبيع مشيو لها انتوا مازال في البلاكه موجوده جيل البيع والرقم نتاعو. مدام مريم سامحني لما هذا اللي طام نتاعك ما تسمحش باش واحد يسالك ويعمل ونقول لك معناها ونزيد عليك. اما قالوا اللي سمعنا زوز يعني دو فيرسيون جماعه قالوا اللي مولى الارض اللي بجنبكم اللي يحفر جماعه قالوا اللي هو رجل اعمال ويعيش برا وسمعنا وانه هو رجل في السلطه يعني هو دونك لي كاين قادر يا قادر بالفلوس ويا قادر بالسلطه هو القدره لله. اما هو يا هكا يا هكا هو قادر هو وصل اللي حب عليه ويهمه باش يعمل باركينغ باش يعمل يوصل للوبجيكتيف نتاعو. يعني درا انت خممت شي توا يوسف عرض عليكم باش تبيعوا الدار في يوم من الايام هو قبل حتى احنا عايشين في 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 ما طلبش منكم باش يعني وساكين احنا هذيك دارنا انا ما طلبش منكم مثلا باش العماره يشريها هو على الاقل ويكبر المشروع عينينا نلقاو سيد يحفر انا هي احسن خير معناتها ومزبله تنضاف الحومه وتهز بيدي رانا سويعه سويعه صباح وسويعه في الليل ما تقلب نيتي علاش ما بكش ما يلقاش وقت في التراكس نيتي الله يرحمك تو فهمت علاش يجي يحفر في الليل يحفر يحفر والماء هابط والماء نتاع المطر بركه نتاع ماء خاخت شربت راحت علاش ما تحتش كلها علاش ما تحتش مشيت في الشارع اللي هي معناتها فيها شقوق وفيها حصر نتاع ماء علاش علاش معناتها نحب انا نعرف معناتها كلها مريقله بيت يوسف مريقله بيت الفطور كلها انتاكت مريقله الوغ اللي هي فيها حشيك معناتها ميزاد نتاع ماء اللي هو لازم يكون خايف طاح منه ضرت من بيت الصاله والكوجينه اللي هي هكا الكوجينه والصاله علاش خاطر الماء خوف التركينه هيك فين هو حافر هبط هبط عش 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 ع
خويا شو قلت معناتها باش ندي عليك معناتها هو وحده مليح ولدي تدي عليك سوبو خاطر مش اكيد مش سوبو مدام مريم طبقت لكتونا قلتوا انتم تحبوا توصلوا صوتكم والاحتقاء اللي صار يوجعكم برشا الكلام اللي تقال في الاعلام وانت تسمعوا قلبكم الناس مش هاي اعلام مثلا تطورنا وتقولوا معناتها ريفوليسيون وكل شيء تسمعوا اسم الانسان معناتها عايش في الحاله مش تسمع في جار وجاره واكس وايغريك بلكش انا هذاك ما يسيبني حاجه بلكش انا هذاك ما يعرفنيش بلكش انا هذاك عندي معاه مشكله يجي احكي معايا الا نقول لك اي بالحق انا هذيك مش داري انا بقيت من نسكت وش عيب حتى في مشي ما عنديش نسكت نسيت نسكت غادي مين كان دار بابا والوراق تثبت سنا في دفتر خانه بابا اخذها بعرق جبينه وفتح حلقة وقال ما نجمش انا بعد العمر هذا نجي نضم نقول له بايا انت ما عطيتنا شيء عطيتنا دار سكنتنا فيها عشان شنا الشرفاء نخرجوا في حومه راسنا مرفوع شرفاء جيرانا يعرفونا فماش علاش تسمع اكس واي اجا اسمعني انا نحكي لك على امي شنو عامله مع ولادي نحكي لك على امي شنو عامله مع يوسف ولدها نحكي لك على امي شنو عامله معاه نحكي لك على بابا شنو عامل معايا فهمت اللي انا 30 سنه عايشه غادي في الحومه هيك انا نقول لك شنو الخفيه نتاعها وشنو فما وشنو فما تسمع في هيك وهيك يقول لك مربيتهم تربيت الصغار حسبي الله ونعم الوكيل هو يوسف توا يكون حسبي الله ونعم الوكيل خاطر تحرم نحاول تقول لي حرم هو ربي مقدر له اما العبد السبب السيد هذا هو السبب مريم انا نعزيك مره اخرى ونشكرك على الثقه اللي عطيتها لنا باش نوصل لك صوتك ونوصل الوجيعة نتاعك والحق نتاع ولدك ونتاع امك ولدي وامي وبابا بابا اللي فقد صحته اللي هو كان مضلل علينا يوقف في الجبل بابا يقول لي مريم انا بصحتي انا معاك ما تخاف من شيء مريم راسي سن واختي اللي هي سنسيبل بشويه على امي وزيد صحتها امي مات حزينه توا خدت قلبها على اختي بنتي انا نوعدك ما نخونش الامانه كما امنتني على امنت على وليداتي نامنك على اختي وعلى بابا وعلى عمر حتى عمر زي تحرم منك ان شاء الله ربي يفرج على ابوك ان شاء الله ربي يفرج على اختك ربي انا ان شاء الله يعطيني القوه ان شاء الله ربي يصبر ربي يعطيني القوه باش نقفلها باش نقفل الكلمات اللي قاعده تقال هذيا ما ينساش يجي نهار باش تلقى تخرج ولو اني حسيتك انا كي حكيت معاك حسيتك وانك خايفه وان الموضوع يتسكر وما يخرج حتى شيء ايه خاطر حرام راه ثم ضحايا معناتها ثم روح الروح ما عملت حتى شيء ناس زوج وليدات راقدين بحدا في فرشة وتطفي ماتوا يوسف راقد بحدا أمه مات بابا يخلط علينا ليل ونهار صح حرام وش عملوا هما شنو عملوا شيء عملوا على خاطر أنت معناتها جيعان معناتها حبيت معناتها تكا تربح أكثر ما شو حبيت أنت ما عرفتش ولا على حسن نية ولا عن قصد ولا معرفش انتي شنو معناتها حبيت توصل لما هكا وصلت دمرت عائلات ناس جايه من جوامل الجمهوريه ناس ترحم في العالم الكل على مصيبه حلت على راسي نمشي باش نطلع على امي نحل الفيسبوك نسمع بهم اللي هو دارنا طاحت نبص الماء طاحت امي وعائلتي الكل دمرت وتشردت الله يرحمكم وربي يصبرك ربي يصبركم